السلام عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى السادس ابتدائي. درسنا اليوم هو النسبة المئوية 3 التمثيلة، فهو درس تتمة لدرس النسبة المئوية 1 ودرس النسبة المئوية 2. فانطلاقا من هذا الدرس سنتعرف على تمثيل النسبة المئوية بمخطط بالأعمدة. إذا انتبه معي في هذا التمرين الأول، عبر بالنسبة المئوية يعني الجزء الملون في كل حالة. لدينا 3 حالات وسنعبر عن كل حالة أو عن كل شريط أو تمثيل بنسبة مئوية. إذن الهدف المتوخى من هذا التمرين هو التعبير عن تمثيل بنسبة مئوية. إذن التمثيل الأول يتكون من 3-4 أجزاء وثلاث أجزاء ملونة. نريد أن نعبر عن هذا الجزء الملون بنسبة مئوية. حسنا جدا. إذن الشريط بأكمله يعبر عن نسبة مئوية 100%. وكم جزء لدينا هنا؟ 4 أجزاء. نريد أولا أن نبحث عن نسبة مئوية لكل جزء، هي 100% قسمة 4 تساوي 25%. إذن كل جزء يساوي 25%. ولمعرفة نسبة المئوية للجزء الملون هي 25 في 3 تساوي 75%. إذن الجزء الملون نسبة المئوية للجزء الملون هو 75%. ننتقل للتمثيل الثاني، كذلك نفس الطريقة 100%. إذن هون لدينا 1 2 3 4 أجزاء، 100 قسمة 4 تساوي كذلك 25%. إذا الجزء الأول 5 يمثل 25، الثاني 25. إذا 25 في 2 تساوي 50%. إذا الجزء الملون يمثل نسبة مئوية والتي هي 50%. ننتقل للجزء الثالث أو الشريط الثالث. الشريط الثالث يتكون من كم من جزء؟ من 10 أجزاء، والأجزاء الملونة تمثل 6 أجزاء. نفس الطريقة كذلك، 100% قسمة 10 تساوي 10%. إذا كل جزء يمثل 10%. إذا لمعرفة نسبة المئوية التي تمثل الجزء الملون، ضرب 10% في 6 تساوي 60%. إذا الجزء الأول يمثل 75%، الجزء الثاني 50%، والثالث 60%. الآن ننتقل للتعرف على تمثيل نسبة مئوية بمخطط بالأعمدة. تمثيل نسبة مئوية بمخطط بالأعمدة يمثل الجدول نوع الفواكه المفضل لدى عينة من التلاميذ. أكمل ملء الجدول انطلاقا من المخطط ذي الأعمدة. هذا هو المخطط ذي الأعمدة، يمثل تمثيلات الفواكه المفضلة لدى عينة من التلاميذ. الجدول الفواكه: التفاح، الموز، البرتقال، الإشجاص، المشمش. عدد التلاميذ، إذن سنستخرج عدد التلاميذ من هذا المخطط ذي الأعمدة. لاحظ معي جيدا، هذا المحور يمثل محور الأراتيب وهو يمثل العدد، وهذا المحور هو محور الأفاصيل يمثل الفواكه. حسنا جدا. إذن بالنسبة للتفاح، كم عدد التلاميذ الذين يفضلون فاكهة التفاح؟ سأبحث عن العمود الذي يمثل التفاح. إذن لدي 15 تلميذ يفضل فاكهة التفاح. بالنسبة للموز، أبحث عن الموز، العمود الخاص بالموز. إذن هناك 12 تلميذا يفضل فاكهة الموز. كذلك البرتقال، أبحث عن البرتقال، فقط 8 تلاميذ. الإشجاص 11 تلميذا. ويبقى أخيرا المشمش 13 تلميذا. حسنا.